صراحة فرحة كبيرة، ربي ما حشمناش باش نلعبوا مع المنتخب الأرجنتيني بطل العالم، ويلاه جاي واخد كوبا أمريكا وجا مهلح أنه ياخذ هاد النقاط ديال التصنيف باش يبقى في القمة. هذه فرحة كبيرة وعمل كبير كما ديما تنشيد بالعمل اللي قام به الجامعة والمسيرين والرئيس، ولكن القبعة كلها اللاعبين اللي قرروا باش يفوزوا هاد المباراة هذه، وفضل الله سبحانه وتعالى ربي ما حشمناش حدا الجمهور ديالنا. ساندتكم بقوة في مقابلة كيف كانت تبدل الاسم ديالك بواحد الشكل مستمر طوال المقابلة؟ وصراحة كنت شوية غنفقد التركيز ديالي بداك اللي كتسمع الاسم ديالك وداك الحب ديال الجمهور، ولكن الحمد لله بديت كنحاول ما نسمعش باش نركز، لان كان خاصني نهدي لذاك الجمهور النقاط ديال المباراة، وداك الشيء اللي يسر فيه ربي سبحانه وتعالى. راه حنا كنلعبوا مع لاعبين محترفين المستوى ديالهم اكثر من اللاعبين ديالنا، ولكن صراحة العمل والإرادة والإصرار ديال اللاعبين والطاقم جابنا هذه النقاط هذه. كون اقوى، شفتوا كيفاش المنتخب الارجنتيني ضغط علينا في الشوط الثاني، ما غاديش يجي ينزل يدو غدا. كما شرحت للاخوان ان في لا غينيون تكنيك الارجنتين طلبت انه الا تعادلنا نديروا لي بيلانتي، يعني مصرين باش ياخذوا النقاط ديال التصنيف، لان هذا الماتش راه واخا قلتها لكم انه غادي يكون عنده شبه رسمي. وبالفعل غدا تنتسنى مباراه حارقه، لكن غنكون ان شاء الله نتمنى من الله ربي ينصرنا. واه حنا الشعلة هادي ما زين خدامين مزيان، و زات الفرقة كبيرة الأرجنتين، دابا دات كاس دلاميريك و خدمها مزيان في الانترينو في التكتيك منتال فيزيك، كون عارفين كان اي ماتش كان يكون صعيب حتى الاخر، ما تعرفش شكون يديه، وان شاء الله حتى الغدا نقدروا نزيدوا عليهم ونربحوا. كتخيم بيت كان اكسيرو جميل واحد الطاقه. الله يحفظك اخويا، الله يحفظك اخويا، بغى يدخل حنا كنطلبوا الله يدخل ودخل اخويا. فوتخ ميساج بوغ لي سبورتار كي شكرا اخويا، الله يحفظكم، وان شاء الله نزيدوا نربحوا عاوتاني. كما كتعرف المنتخب دابا حط في البروغرام ديالو غيبقى يلعب مع منتخبات مصنفة الاولى. الحمد لله بعد ما استطعنا الفوز على المنتخب البرازيلي لعبنا ضد المنتخب الارجنتيني اللي عرفنا خدمنا عليه شهر، حنا كندرسوا نقاط القوه ديالو، وعرفنا المباراه ما غاتساليش في الاول، المباريات بحال هادو خصك تبقى في التركيز، في قمه التركيز والريتم العالي. الحمد لله استطعنا نسيروا النسق ديال المباراه ونفرضوا النسق ديالنا الحمد لله. المنتخب الارجنتيني كما كتعرف ديما كيجيب العناصر ديالو بالقوه ديالو، الحمد لله حنا اللي طلعنا التركيز وبقينا مساير نسق المباراه واستطعنا الفوز الحمد لله. شنو كتقول الجماهير اللي اغلبيتهم كان اصدقاء ابناء مدينه قنيطره من جميع انحاء المغرب حضروا في المستند ديالهم؟ والحمد لله في السنوات الاخيره ولات متابعه كبيره للجمهور المغربي للفوتسال، وهذا الشيء اللي تيحفزنا ديما باش نعطيو المزيد ان شاء الله، ولما لا ان شاء الله نمثلوا المغرب في المحافل الدوليه احسن تمثيل. كان غياب بسبب الاصابه في المونديال واحد فتره استراحه والعوده بقوه في مقابله كيما هو المنتخب الارجنتيني، اول حاجه بما ان على الحاله الصحيه ديالك، ثاني حاجه شنو سبب انتصارك في المنتخب الارجنتيني؟ الحمد لله، فمن بعد المباريات الاخيره ديال الكاس العالم ما استطعتش انني نشارك مع الاصدقاء ديالي، كانت عندي واحد الاصابه. الحمد لله ملي رجعنا خديت الحصص ديال الترويض مع الدكتور ديالنا ديال المنتخب الوطني، والحمد لله استطعت بشويه بشويه نرجع مع الاصدقاء ديالي ونعاونهم ان شاء الله. واش باقي غيطول المسار سعد كنيه كلاعب داخل المنتخب الوطني بغض النظر عن المهمه ديالو كعضو في الاداره التقنيه؟ الحمد لله من حد انا باقي قادر انني نلعب، راني باقي موجود، وكنتمنى ان شاء الله نبقى غادي في هذا المنوال هذا ان شاء الله، ونبقى محافظ على الصحه ديالي باش نبقى ديما مع الاصدقاء ديالي ان شاء الله. بالنسبه للمباراه ديال غدا واش تعرف موجود؟ ضروري، فالمباراه ديال غدا ما غاديش تكون سهله، كما شتي المنتخب الارجنتيني اليوم منتخب اللي هو بطل العالم، منتخب قوي، والحمد لله حنا كنشكر اللاعبين على المجهودات اللي قاموا بها واستطاعوا انهم يوقفوا الند للند المنتخب الارجنتيني، وكنتمنوا نزكيوا النتيجه ان شاء الله غدا ان شاء الله في المقابله. لا الحمد لله القاعه في المتناول، كما شتي اللاعبين قدموا طابق كروي جيد، وكنتمنوا ان شاء الله غدا نكونوا في هذا المستوى هذا ان شاء الله. الحمد لله كنشكر الجمهور من هذا المنبر هذا، جمهور اللي صراحه ساندنا وعاوننا، والحمد لله ربي ما خيبناش واستطعنا اننا نحققوا لهم هذا الانتصار هذا، وشكرا.